زراعية مباشر. أنا عندي مشكلة. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء طبيعي ومن المفروض ان المزارع في نهاية الموسم يقدر يحصد نجاح هذا الموسم ويقدر يستفيد في نهاية الموسم بعد ما زرع أرضه، بعد ما بذل من مجهود في كافة المعاملات الزراعية وفي توفير مستلزمات الإنتاج وتابع هذا المحصول. علشان نوصل لهذه النتيجة من المهم جدا في هذا التوقيت ان كل الجهات المتعلقة بخدمة المزارع تساهم في المنظومة التسويقية. إذا كانت وزارة الزراعة في هذا التوقيت تبدأ في ضخ رؤية جديدة تستطيع من خلالها أن هي تحقق للمزارع فرص عديدة لتسويق محاصيله، ده بيحدث من خلال تعديل بعض القوانين، من خلال توجيهات لكافة القطاعات داخل الوزارة بربط هذا المزارع بالأسواق، إنشاء الروابط التسويقية، تفعيل دور الجمعيات بصورة أكبر. ده كله بيتم في هذا التوقيت من جانب وزارة الزراعة. ولكن أيضا إحنا الآن في موسم حصاد القمح، وبالتالي المزارع اللي زرع قمح هو أنتج سلعة استراتيجية، سلعة الدولة محتاجاها وبتشتريها منه، وأعلنت السعر قبل موسم الزراعة أو في بداية موسم الزراعة. في هذا التوقيت من الملاحظ أن العديد من المزارعين بيوردوا القمح بتاعهم للتجار وبياخدوا منه بسعر أقل من اللي بتستلموا منه الشون والصوامع، وبالتالي الفرق ده كله بيضيع على الفلاح، بيخصم من مجهوده. طرحنا قبل كده فكرة وقلنا يا ريت المساحات الصغيرة أو الحيازات الصغيرة كلنا كمزارعين نقدر ان احنا نجمع هذه الكميات ونرسلها الى الصوامع والشغل، وبالتالي هنقدر ان احنا نخفض من مصاريف النقل والتكلفة، وايضا هنقدر نبيع بالسعر اللي الدولة حددته. لاحظنا في محافظات كتير في استقرار في التوريد، ولكن ايضا ملاحظة هامة ان المزارع بيستسهل وبيدي القمح بتاعه لأول وأقرب تاجر بيجيله بيقول له أنا هاخد منك المحصول بدل ما تروح بنفسك، بدل ما تعاني مجهود النقل والذهاب إلى الصوامع والشون، أنا هشتري منك. ده حصل في هذا الموسم. من البداية عايزين نتدارك هذا الخطأ، عايزين الفلاح المصري يستفيد بمجهوده. مرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة. إذا كنا بنتكلم عن القمح، إحنا بنتكلم عن القمح في أجمل أيامه، في عيد القمح.